الخير من يطلع واحد من مشكلة هن يقولوا له عدت بالريش. هسه نقدر نقول للسيد السوداني بالريش لو بعدنا بتحريكة السنتر على قول ذاك الرجال، لأنه من يوم أمس ولليوم القبول كان أكثر من الاعتراض، وحتى الطرف اللي كانوا متخوفين من موقفه وهو السيد الصدر اكتفى بالموقف التهكمي لوزيره. لذلك أصدرت قبيلة السودان بالعراق بيان شديد اللهجة وذكرت به التالي: السوداني لم ولن يكون مرشحا عن قبيلة السودان، وإنما هو مرشح المكون الشيعي أولا والعراق ثانيا. ومن هذا المنطلق نحن كقبيلة السودان وشيوخها بشيوخها وجهائها وعامتها نستنكر بشدة كل الإساءات والتجاوزات التي تطال قبيلة السودان العربية الأصيلة، وإن كل ما يصدر من إساءات فهي عارية عن الصحة ولا أساس لها ولا تعدو إلا فقط للاستهلاك المحلي، والهدف منها التشويه وخلط الأوراق. بعد وقت قصير على هذا البيان قام السيد صالح محمد العراقي بتعديل منشور يوم أمس واستبدال عبارة سوداني يصافح ظله بعبارة محمد الشياع يصافح ظله. بالمحصلة الناس ما تدور ترحيب ولا اعتراض، الناس تركض على خبزتها. شو راح يقدم لها السيد السوداني؟ وشنو رؤيته ومواقفه من السياسات اللي اتبعتها الحكومات المتعاقبة؟ وهنا أريد أركز على الأزمة الاقتصادية اللي عصفت في البلاد، وخلونا نركز بالتحديد على القرار الأكثر إضراراً بالطبقة الفقيرة وهو قرار رفع سعر صرف الدولار. شنو موقف السوداني من هذا القرار؟ نعرض عليكم لقاء أجريناه قبل عام من الآن ضمن برنامج نفس عميق. يلا شباب. بس أنا واحد من الناس يعني ما صوتت على الموازنة كلها، أنا ما مقتنع، أنا كنت من الرافضين لتغيير سعر الصرف، وباقي البنود كلها مشكوك بها، ما مطمئن لها أنه تروح فعلا للمواطن وللمصلحة العامة. يعني يمكن أربع مواد خمسة اللي بيها مصلحة عامة رفعت عيدي، والباقي أبدا ما صوتت. أتحدى أي جهة رسمية تقول لي أكو خلل بهذا العدد. 17 مليون، هذا العدد يتأثر بشكل مباشر من هذه السياسة الحكومية وسياسة الدولة، ما في حتى البرلمان هم صوتوا على القرار. هذه السياسة تؤدي إلى ما تفضلت به، سحق الطبقة الوسطى، طبعا راح تحول إلى فقيرة. راح يختلف موقف السوداني النائب عن موقف السوداني رئيس الوزراء؟ ممكن يتخذ إجراء يقلل بيها من الأضرار اللي تحدث بيها شخصيا وطالت الطبقات الفقيرة والوسطى، لأنه الكل يتحدث بأنه المرحلة المقبلة يجب أن تسير برؤية اقتصادية واضحة. متوفرة هذه الرؤية؟ ترى مثل ما قلنا الناس عينها على خبزتها، بالتالي التكليف الرسمي للسيد السوداني يحتاج له رئيس جمهورية، وجلسة الرئيس المفروض تعقد الخميس، لكن الظاهر أكو نوع من التغليس، وخميس يجرنا الخميس، والوضع كله قابل للتسييس ومننا وقيس. وبعيدا عن القافية ترى الشغلة حامية الوطيس، والخلاف بالإقليم متواصل بين اليكتي والبارتي ولا توافق حتى اللحظة، وكل حزب بما لديهم فرحون. وهم بعيدا عن السياسة، ما أدري بعمق السياسة، نسأل شنو سالفة الوقف السني؟ لو هذه تبعات القرارات الخاطئة والهبات، اليوم المحكمة الاتحادية استبعدت رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي واعتبرت تكليفه غير صحيح. أما بالنسبة للطعن المقدم من رئيس الوقف السابق سعد قنبش أيضا ردت المحكمة، يعني اللي قلناه قبل فترة وفي نفس عميق هم طلع صحيح. وخلوني أذكركم، يلا شباب، رئيس وزراء حكومة تصريف أعمال ما يعرف أنه هذه مخالفة؟ وهو يريد يصير رئيس وزراء النوب، وهو جاب الدب من ذيله ويريد يجدد نفسه، صحيح؟ فتدي السيادة يعني هي عندها الكتلة الأكبر، يرضيها لو يزعلها على حساب القانون والدستور. اكو منصب اخر قبل كم يوم، ايه؟ منصب امني لاحد الاشخاص، وصل الى التوقيع مالته، قال ما اقدر اوقع، الجماعه ما يقبلون بالسياده. ليش؟ اهل السياده يقولوا له هذا بالمنصب خلي في ايدك فلان، شنو لانه ما نجدد لك. طبعا المدعي يريد شويه تقل جيبه، واضحة إن شاء الله للأسف الشديد، واستمرت ليومك هذا، ليومنا هذا، ليومك هذا استمرت. التعيينات الأخيرة تعتبرها بمقابل؟ 100%، وإلا شنو هاي التعيينات كلها غير مبررة وغير واضحة، مخالفة للدستور، مخافة. هسه أنت ربما أنت تأتي بشخص جيد، هسه قضية الوقف
انت تجيب لي اياه يقلق مسوي له تكليف اسحب له بقيه لا يا ببقي يقعد تدفع هالقد وهالقد 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 او تخليه قلق ما يقدر يتخذ قرار يخاف لانه باشر عنده راح ينعرض على البرلمان فانت تعرف لازم ترضي هاي الجهة وراح تبدأ الابتزازات الى ان نصوت عليه بالبرلمان مهر الباقي البقية الباقية من الوقف. دكتور منو المسؤول منو اللي يرشح السيد عبد الخالق لان يكون رئيسا لديوان الوقف السني السيد الخنجر؟ اكيد ما اعرف انا بالضبط لكن اكيد يعني هم جماعة السيادة واستحقاق لي قدام يقول لك اخذ الاستحقاق واذا زعلان انت روح يشتكي. من كنا نحكي على مخالفات الحكومة وكيفية منح المناصب يقولون تسقطون بينا. سمعتوا هذا الكلام وعوفكم من التصريح خافا من تقولون خصومة سياسية. المحكمة الاتحادية بنفسها قررت بأنه تعيين رئيس ديوان الوقف السني مخالف للقانون. يعني منا ورايح شيلوا الطين اللي بأذانكم واسمعونا شوية لأنه كل شيء راح يصير مستعدين نطلع لكم أرشيف كل برامجنا على كل الملفات. وقبل ما أروح للحوار أكو موضوعين نتطرق لهم بشكل سريع. الأول اليوم مجلس وزراء قرر الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي وبالتأكيد هذا القرار بعد تظاهرات واعتصامات ووقفات وتحمل المتظاهرين للاعتداءات لأنه اللي يتوقع تنحل مشكلة بالعراق بدون ما يصير ترند هذا غلطان. أما أنه الحكومة تتخذ إجراءات وتحل مشاكل الناس من تلقاء نفسها هذه منسوها وللعلم مشاكلنا واضحة وضوح الشمس. وأعطيكم مثال قبل كم يوم أعلنت محافظة النجف فتح الاستمارة الإلكترونية للتقديم على 1000 درجة وظيفية. اليوم تم إغلاق الرابط بعد تقديم أكثر من 30,000 طلب. لتلاحظون الفرق الدرجات المتاحة 1000 والمتقدمين 30,000 ومع ذلك لازم تتظاهر يلا تعرف الحكومة بمشكلتك. الموضوع الثاني اليوم قرر القضاء تأجيل جلسة محاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي إلى 31 من شهر آب المقبل وهذه للمرة الرابعة. مع العلم القاتل تم عرض اعترافاته بالتلفزيون قبل سنة من الآن لكن شنو اللي عرقل الحكم ما نعرف. نروح فاصل ونرجع.